الخبر الاول اللي عدنا عن مايا وفضيحتها الوسام تيكت. طبعا بالبدايه اللي ما يعرف من هي مايا، فمايا تكون هي صديقه ياسو اللي هي احد اعضاء فريق فافانابول القديمين ومتابعين بعض حساباتهم بالانستغرام. ومايا نزلت على قناتها هذا المقطع اللي حط لكم اياه بالوصف، روحوا شوفوه، اللي كانت تفضح بيه وسام تيكت انه هو حاول يتحارش بيها. طبعا حطت اثباتات وشويه رسائل، مثل ما قلت لكم هي صديقه ياسو. الصراحه المقطع كلش طويل فما قدرت اختصر لكم اياه، اللي حاب انه يشوفه راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا فجروه. وبعدها تعالوا اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بحركه وسام تيكت اللي سواها ويا هاي البنيه. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول اليوتيوبر اللي عدنا هو انس واصاله، فانس نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي حمس بالمتابعين عن واخر راح ينزل فلوج الولاده، فكان كاتب بالبدايه اشتقت لكم، بعد يقول مش متعود اعيش اللحظه بدونكم، هي انتوا عيلتي الثانيه، واخر شيء ختم انه حيروح يكمل مونتاج المقطع. بعدها نزل هذا الستوري اللي يعلم من خلاله انه مقطع فلوج الولاده حينزل الساعه بالاربعة، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذا المقطع. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني، واعلن عن راح يحرق السوشيال ميديا. الضحكه هذه وراها ترند راح اخلي السوشيال ميديا يحكي فيها شهر كامل. اما احمد ابو الرف على حسابه بالانستغرام هذا الستوري يقول بي انه اغنيتي راح تنزل بشهر اول اكيد، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذه الاغاني. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيزان اسماعيل، فبيزان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي به هذه الصوره، وطبعا تعبت الكومنتات بهذا البوست انه كلمات بالانجليزي، الصراحه اول مره اشوفها انه يكون تهجم بالانجليزي على الانستغرام، وطبعا شويه تهجمات كلام انه نكرهكم من هذا الكلام، الى ما بيزان قررت توقف هذه التهجمات عن طريق تقييد تعليقات على هذا المنشور. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالتهجم اللي تعرضت له وهل هي تستحقه او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن نور ما وشنو رد امه على زواجه. نور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري كان يقول بي الامه انه اكو بنيه تريد تطلب ايدي، فهل توافقين تتزوجيني او لا؟ فراح احط لكم رد ام نور مار وشويه ستوريات ثانيه شوفوها. لك مكتوب يا طنط يا امي نور، اسمي فاطمه، عادي اتجوز نور؟ لا ما خلص. ليش؟ ايه ما بدي اتجوزه انا لنور، بدي اخليه عندي. اجاني عرض اكبر على ليبيا. لا ابني ابوي حبيبي ماني مجوزتك لانه المعجبين كثيرين، لمين بدي اتجوزك؟ طلعتينا حجب ربك بربك. الخبر الخامس اللي عدنا عن عائلة مشيع وعن اعلانهم واطلاقهم الاول حلقة من كرتونهم الجديد، بنزلوا على حساباتهم بالانستغرام انه كرتون عائلة مشيع راح ينعرض على سبيستون باليوتيوب وعلى التلفزيون، وانه اليوم راح تكون اول حلقة راح ينعرض بها هذا المسلسل، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا المسلسل وهل راح تتابعوه او لا. وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، طبعا اذكركم بالمقطع راح احط لكم اياه بالوصف اللي بفضيحة وسام تيكت، روحوا كلكم شوفوه وقولوا لي رايكم يعني بالموضوع. وبس كان معكم فايز بقطعة مملكة القصص، مع السلامة.